وعقبه كله هوا. فقررت اني اطلع، قلت باكر الهوا اقوى وعقبه الهوا اقوى، فقلت اطلع البح اليوم على الاقل نستانس الكم ساعه للمغرب ان شاء الله توفق والصيد الزين. لا ودي كل ما اسوي تكف يردني الهواء عسير. المشكله اذا اعترض الكياك عادي يقلبك، دايم تخليه ليه قدام دميك يا الحبيب. 30 جرام طراويكم بعد فيدا 20 جرام 25 جرام يا ويلهم. هذي هواء شاطح طالع 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 طالع. تقول نسيت انه ما عندي الا البطاريه اللي الكاميرا. يلا بعبوك موت فل اكشن حس سندباد عرفت بالكياك. باكر اضعاف الموج هذا، فخلني اطلع الحين اسوي غرق ما اسوي غرق، يمسك سمك ما يمسك سمك. اوه ولك الشردة يا ولد. ها تكفى لا تكفى لا أرجوك، وصلت ما بقى شيء جماعة. كل ما اعطاني الكاك شيء عدلت وجدفت اسمع شنجت رجولي خلاص صح. واو يا رب. ملقوف شوف اني قربت باقي 30 متر تقريبا بيني وبين الصخر. يا رب تكفى لا 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 اصبر علي خلني اوصل بس تعبت والله تعبت. يا رب والله لا تسمع الجو بيطلع من مكان. جماعة المنطقة اللي أنا فيها أكثر منطقة بالكويت فيها جراجير أسماك قرش يراير شاربس كل الأنواع شنو ببالك موجودة المنطقة هذه، بس النوع الأكثر اللي هو بلاك شيب. اصبر اوب اشوه والله يعرضني واحدة كذي هذي. ها شوفوا شوفوا يا غبي شوفوا سوي جيك. Thank you.
خضرة لكن هم مكان عود. فتحة ما شاء الله. سالك هزل بالون على جيك فيد شيء مرتب قبل بس الجب. الجيك شيء بسيط، نحذف الجيك من يصك القاف تبدا تحرك على الخفيف افقي عمودي عفوا بهالطريقه. طبعا انا خطر الحين مكاني فما ودي ما ابي اقعد اشوف. اوه دشيت وين دشيت؟ ولا خليني اطلع لحظه. شوف شوف العصا بس تحركه كأنه سمكه مصابه الجيك. وسلامتك طال عمرك لغايه ما تجي تلتهمه لسمكه. مهما سويت قاعد يردني الهواء داخل. طبعا هذا جيك فيد مميزاته ان جهه ملون وجهه فضي وعاكس فضي صدفي. تعال 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 يا رب بالون ثاني يا رب. لا فضي هذا شنو؟ اوه بدحه. هذه بدحه تبارك الله ما يبي شيء بس تحرك هذا. اقعدي نطلع المنطقة الخطرة. يعني اليوم الحمد لله رب العالمين لحين ثلاث سمكات ترى حدي مستانس اني صايد نص الدنيا. لكن الهدف اني اطلع بس صدقوني يعني ما كان في تارجت سمكه. الهدف اني اطلع واستانس ان شاء الله. اذا صدنا الحمد لله رب العالمين واذا ما صدنا هم الحمد لله رب العالمين. صراحه جق الفيل تشويحتين سمكتين يعني
التحريك شوف يصير فوق الارض القوع يصك القوع بعدين يصعد يرد ينزل يصعد يرد ينزل فتوهم السمك اللي بالمكان انه والله في سمكه مصابه هني ايش رايكم نروح نذوقها كذي طبعا البالول يعطيك حركة الحصن يسوي نفسه ميت يطالعك طرف عين يكسر خاطرك يعني حرام قطة يا أخي حرام المهم إذا صار فيني شيء فكر انا خوف الهواء هي هي تمام يوه المفروض بعد ساعتين يرحت الهواء فانا طالع على امل هالساعتين هذا يا ولد اقعد واو رايح بحر البر وراي رايح الربع يروحون المحيط ما ادري شو اسمه وانا عن شو اسمه الزور عجزان دي يلا دي ما راح ارد ما في شيء السمك يا الربع متذري واو شوف اخطر شيء انه تجي مع الموج عادي تجيك واحدة من وراك تقلب فدايم تاخذ كذي طق ايه ابي اطلع من هذه المنطقة ومع اخطر منطقة هذه ايه هذه ممتازة واو ولد والله صحيح قصدك اقسم بالله صدق خايف ادري لو اقلب اسال عن امه الهوبي يعطيك ثقه يقول لك اطلع دونت وري يا صديق اي حركه غير متوقعه راح اعول نفسي اهم شيء اني اضبط وضعي قبل لا اسبح الهوبي الهوبي يلا بسم الله واي 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 اللي شوف ورا ياو شوف الموت
ضغط الكياك قاعد يدش بين الموجة والموجة. فشو يسوي طولكم على زاوية كذي؟ واو! لا 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 لحظة لحظة. خلت فاهم لحظة يا بحر يا الحبيب. واو!